خرج المئات من أبناء كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن في تظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني ومنددة بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة. وجاب المتظاهرون عددا من الشوارع والطرقات الرئيسية في المدينة رافعين أعلام فلسطين والمقاومة ومرددين شعارات وعبارات تندد بالكيان الصهيوني. ودعا المتظاهرون إلى موقف عربي موحد وقوي ضد الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية. خرج العشرات من أبناء مديرية مرخى العليا بمحافظة شبوة يوم أمس في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وبارك المتظاهرون عملية طوفان الأقصى كرد فعل على الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية من قبل الكيان الإسرائيلي. وطالب المشاركون في المسيرة كافة الشعوب العربية والإسلامية بالوقوف مع المقاومة ودعم القضية الفلسطينية.